وللمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر وغيره من عناوين الصحف النمساوية ينضم إلينا من فيينا مراسل القاهرة الإخبارية خالد أبو بكر. أهلا بك خالد في البداية، وكيف أثر تمرد المزارعين في أوروبا على الأوضاع في أوروبا، وهل وصلت هذه الاحتجاجات للمزارعين في النمسا أيضا أم لا؟ تحياتي إليك شرو وفادي، وصباح الخير على السادة المشاهدين. بالفعل وصلت هذه الاحتجاجات إلى النمسا، فقبل نحو 10 أيام خرج المزارعون إلى وسط مدينة فيينا للمطالبة بتطبيق دعم على الديزل، وكذلك دعم المزارعين الذين قالوا إن الكثير منهم يقبع تحت خط الفقر. اليوم في بروكسل هناك قمة أوروبية تحاصرها جرارات المزارعين الذين اندفعوا من كافة أنحاء بلجيكا للمطالبة بما سموه العدالة، على خلفية أن الاتحاد الأوروبي يطبق بعض السياسات التي تؤثر بالسلب على هؤلاء المزارعين. ولذلك نشاهد الآن تلك الموجة من الاحتجاجات التي ذهبت بعض الصحف الأوروبية إلى أن تطلق عليها مسمى ثورة ريفوليوشن، واجتاحت كافة البلدان الأوروبية من الغرب والوسط إلى شرق أوروبا، وأعني هنا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. الاعتراضات الأساسية التي يدفع فيها هؤلاء الفلاحون تتمثل في إغراق السوق الأوروبية باللحوم من أمريكا اللاتينية عبر اتفاق من المقرر أن يوافق عليه الاتحاد الأوروبي بالسماح بدخول هذه المنتجات. أيضا ما يتعلق بالصفقة الأوروبية الخضراء التي تستهدف الوصول بالحياد المناخي في أوروبا إلى 2050 تطبق إجراءات صارمة على المزارعين كي تصبح آليات الزراعة متوافقة مع البيئة. وبالتالي اليمين المتطرف في مختلف بلدان أوروبا دخل على الخط، لأنه لا يؤمن بمسألة الصفقة الأوروبية الخضراء، ولا يؤمن أن هناك مشكلة مرتبطة بالمناخ من الأساس، وبالتالي نعم خالد. الأمر صار ونحن نرى الآن نرصد هذه التظاهرات معنا على الشاشة. لكن انتقالا إلى موضوع آخر وهو تناول بعض الصحف والمواقع الأوروبية خبر تتنافس فيه أو أخبار تتنافس فيها عدة مدن أوروبية والتي من بينها فيينا لاستضافة الهيئة الجديدة لمكافحة غسيل الأموال في الاتحاد الأوروبي، فماذا لديك من تفاصيل؟ هذا سباق محموم تدخله تسع مدن أوروبية لاستضافة هذه الهيئة الجديدة. فيينا واحدة من أهم الدول المرشحة لاستضافة هذه الهيئة المعنية بغسيل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب داخل التكتل الأوروبي. وقد تقدمت فيينا بالفعل بملف لاستضافة هذه الهيئة، ومن ضمن دفوع فيينا في أحقياتها في استضافتها الحديث عن أنها تعد مقراً للعديد من المنظمات الدولية خاصة الأممية، الذي من بينها ما هو شديد الارتباط بمسائل غسيل الأموال، كما الحال في مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة. أيضا قال وزير المالية النمساوي في أثناء عرضه لهذا الملف في البرلمان الأوروبي إن فيينا تستضيف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وهي أكبر منظمة أمنية في أوروبا أو في العالم بأثره، والذي يعد على من ضمن اختصاصاتها المسائل المرتبطة بمكافحة الإرهاب وكذلك مكافحة غسيل الأموال. ينافس فيينا في هذا الخصوص باريس. باريس تقول إن نعم فادي. شكرا جزيلا مراسلنا خالد أبو بكر، كنت معنا من فيينا.